ومتابعة للشأن اليمني تحديدا الوضع الإنساني، ينضم إلينا من صنعاء المتحدث باسم منظمة اليونيسف في اليمن السيد محمد الأسعدي. سيد الأسعدي، هل لك بداية أن تضعنا في صورة الأوضاع الإنسانية؟ يعني كيف يتدبر المواطن أموره اليومية؟ في البداية أعتقد أن الأوضاع الإنسانية تزداد تدهورا وبشكل حاد ومتسارع يوما بعد آخر. هذا الكلام بات مكررا ومستهلكا ربما، لكن المهم في الأمر أن هناك كثير من الضحايا، كثير من المدنيين يتعرضون يوميا لمزيد من الحرمان والخدمات الأساسية التي تشهد شبه شلل بسبب نفاذ الوقود وعدم توفر المياه وعدم توفر الأغذية الكافية في الأسواق. هناك ايضا مشكله حاده في تراكم المنتهيات في الشوارع، في ايضا تدمير شبكات الصرف الصحي التي قد تسبب للاسف الشديد كثير من الامراض المخاطره وخصوصا الاسهالات التي قد يتعرض لها الاطفال. هذا بحد ذاته من جانب الاحتراب وجانب الاحتفال في الشوارع وايضا عبر الطقس الجوي يخلف كثير من الضحايا الذين تكتظ بهم المستشفيات والمرافق الصحيه في المحافظات المختلفة التي تشهد صراعات مسلحة. بشكل عام هذا يضع ضغطا كبيرا على العاملين في المجال الإنساني للاستجابة لكل هذه المتطلبات. نحاول الجاهدين العمل مع ما يقرب من 90 منظمة محلية ودولية كشبكة بطريقة العمل الإنساني للاستجابة لكثير من هذه الأوضاع التي تتفاقم ساعة بعد أخرى. ما الذي يعيقكم؟ ما الذي يعيقكم من وصولكم إلى الشارع، إلى الناس وتقديم المساعدات؟ ما هي العوائق ولو باختصار لو سمحت؟ تتركز العوائق اللوجستية بعدم توفر الوقود اللازم لنقل المعونات من المستودعات والمخازن الرئيسية للمنظمات والجهات المانحة أو للهيئات الحكومية التي تملك هذه المستودعات. عدم وجود الوقود واحد من الأسباب، السبب الآخر واستمرار الاستثار والاحتراب سواء كان على الارض او من السماء، هذا يشكل عائق امني لعدم امكانيه الوصول للمتضررين. رقم ثلاثه، عدم قدره النازحين على الخروج من مناطق الصراع او المواطنين المتضررين الخروج من مناطق الصراع المختلفه الى مناطق امنه كي يتم تقديم الخدمات لهم. ايضا رقم ثلاثه بشكل رئيسي تتمثل ايضا بحجم الاحتياج الهائل الذي يتسع لحظه بلحظه. نعم، وضحت الصورة. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم منظمة اليونيسف في اليمن محمد الأسعدي، شكرا لك.